بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من عدة فيديوهات يا جماعة قدمت الفيديو ده وشكرت فيه وكنت متصوره 100 100 لحد ما اكتشفت السر الموجود من الداخل. طبعا أنا طلبت من الراجل من المحل إن يكون من غير كشاف من غير بطارية، فاكتشفت سر زعلني وسر فرحني. فرحني لسبب وهقول لكم عليه. طبعا ده اكتشفت من الداخل يا جماعه انه في بطاريه. طبعا انا ما كنتش عايز غير بطاريه، لان بطاريه لها عيوب، لما بتنشف وتبوظ بترفع الجهد عالي يوصل ل 100، بيساعد بيبوظ الايسيهات وبيضرب لولا زنر من الداخل بيعمل حمايه، بس ساعات ما بيعملش. فكنت انا عايزه من غير بطاريه. المهم وانا بفتح لقيت حاجه تاني فرحتني، لقيت فيه يا جماعه زي ما هنشوف مع بعض كده ترانس. قلت الحمد لله الجهد هيبقى ثابت على البطاريه ومش هيرتفع، لان جهد الترانس بيبقى 3 فولت ثابتين، يعني مش هيزيدوا مهما البطاريه باظت. فطبعا فرحت لهذا السبب. ونشوف كده السبب من الداخل. طبعا انا بفتح كده عشان نشوف ايه الايه. طبعا ده ما فيهوش كشاف. طب يا اخي كملوا بلاش البطاريه، شغلوه بالترانس عادي عشان ما تحصلش الاثار اللي بتحصل من البطاريات وارتفاع الجهد وتلفه. فتحت كده يا جماعه، طبعا انا اتفاجئت وانا بفتح نازل تحت عند والدتي، بفتح لقيتي شغال. ببص على الفيشه ما لقيتهاش شغاله، فعرفت مش راكبه، فعرفت ان هو فعلا، او انا خفت قلت ايه في يا جماعه عفريت ولا ايه شغال ازاي ده انا واثق في الراجل، والراجل قلت له بلاش بطاريه ولا كشاف. طبعا اكتشفت ان هو فيه بطاريه، وزي ما احنا شايفين الترانس على الشمال اهو، والبطاريه تحت ايه على اليمين تحت المفتاح بتاع الفوليوم. طبعا انا بحاول ادور على وجود البطاريه وما اكتشفتش غير لما اشتغل من غير الفيش. طبعا انا زعلت لان مش عايز بطاريه، لكن فرحت في نفس الوقت لما لقيت الترانس كده هيضمن ثبات الجهد على الجهاز، يعني مش هيعلى انه هيطلع 3 فولت، او كان بيشتغل على 6 هيبقى يعني هيبقى مش هيعلى، بينما على وضع لو وجود بطاريه كان هي ايه الجهد. لما بتبوظ البطاريه وتنشف بترتفع الجهد جدا وبتؤدي الى احتراق الجهاز، زي ما احنا شايفين اهو. فتحته يا جماعه، اهي البطاريه باينه من تحت اهي. طبعا يلا الحمد لله انا حاولت اجيب حاجه من غير بطاريه صيني للست والدتي يعني، لكن ما لقيتش. واللي قال لي من غير بطاريه قال لي ده ب 1500، لكن ده ب 530 برضه، ده هيكون ايه احسن يعني، بدل في ترانس ممكن واحد يغير البطاريه، المهم الجهاز ما يتضررش ويحصل فيه تلف. اهي يا جماعه البطاريه اهي، بطاريه تقريبا 4 فولت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.